يتواجد على أرض المغرب الآلاف من البدو الرحل، نساء ورجال وأطفال ورثوا حياة الترحال عن أجدادهم منذ عقود، رافضين تغييرها. فالترحال بالنسبة لهم ليس نمط عيش فقط، بل هوية يحمونها من الاندثار. لا يستقرون في أرض معينة، الماء بالنسبة لهم هو إكسير الحياة، أينما وجد تجدهم مستوطنين قربه لشهور أو لسنوات، إلى أن تفرض قسوة الطبيعة سطوتها فتجدهم يرحلون في صمت نحو أماكن أخرى رفقة مواشيهم وممتلكاتهم البسيطة، على رأسها الخيام وبعض الأثاث البسيط. تتشبث بعض القبائل الرحل بهويتها المتنقلة وترفض مبدأ الاستقرار، لأنهم يعتبرون التنقل والترحال جزءاً من عاداتهم وتقاليدهم. الرجال عند الرحل المغاربة يبحثون عن الطعام بالمدينة، أما النساء فلا يستطعن اجتياز حدود القبيلة. فبدو منطقة تنغير جنوب شرق المغرب مثلاً يرفضون أن تغادر النساء القبيلة. كما أن نساء الرحل مكلفات بالاهتمام بالأرض وجلب المياه من الوادي الذي قد يبعد مكانه حوالي ساعة ونصف مشياً، والفتاة التي تنتمي إلى قبيلة الرحل لا تستطيع الزواج إلا إذا كبرت الأخت التي تليها سناً أو استطاعت الأم أن تعوضها في جلب المياه. والقاعدة العامة بالنسبة للنساء الرحل في المغرب أن المرأة وجدت للعيش بين يدي رجل تنجب منه أطفالاً لكي يحفظ النسل من الانقراض. تدم من صغره للنسجارة تقريباً 500 ماردات من دينا نجمع دي رحل النخ يجي محمد هديش نجمع سي رومي تدمو للنسجارة تقريبا شي 8 ايام ازن طراحه او دال ايوا. من بعد نقيم ورش يومين صافي قال الدنيا رومين قلنا ندو ان شاء الله كوس مراكش ما الا هو ني رحل تقريبا في البلاص تقول ما زرت تقريبا 3 شهور كاين اللي هو تقريبا يومين غير الخدمه ندير عشق ديال رحال لوالدينين ويتما يستما دي ناخذ هذه السياره هنا غير الخدمه ندو تاير ندو صغرو الصيف ندو تصدرال يات الوقت يدا ديال يربو لاجانس سميتو جون بيير داتشاري ديال السيركوي ديال السيركوي الصحراء زوارا خصنا المهم خصنا ما تيسي تخدم دي نايتي لوغمان يخدم تيما حماد يخدم يز ديال السيري تخدم لوغمان شاميلي خدميت شويه تلاغول تقريبا 14 عام لا تمود يما راه تعاون السير تعاون غير يما زوارا تعاون الشاميلي دان السير لوقتنا زاكورا مرزوقا. يخشى الرحل أن ينقرض نسلهم، فالأرقام أيضاً تدل على أن عددهم في انخفاض مستمر رغم غياب الإحصاءات الرسمية عن عددهم الإجمالي في المغرب، غير أن هناك من يقدر أن نسبتهم تمثل حوالي 2% من مجموع السكان، بينما كانوا قبل سنة 1912 تاريخ دخول الاستعمار الفرنسي إلى المغرب يمثلون حوالي 80%، وكان لهم دور تاريخي في مقاومة الاحتلال الفرنسي. خلكوا ديسين نرحل نشقى شوي ولكن الحمد لله معنا حلاوة بزاف. أما بالنسبة لأطفالهم فهم لا يتعلمون أبداً إلا القليل منهم، وذلك من خلال مبادرات المجتمع المدني في إطار ما يسمى بالمدارس المتنقلة. ويختلف نمط عيش الرحل حسب المناطق، فهناك رحل يقطعون مسافات بعيدة من أجل البحث عن المراعي الجيدة، وإن تطلب الأمر قطع آلاف الكيلومترات،
وينتشرون بالصحراء والجنوب الشرقي للمغرب، بينما هناك رحل يتنقلون فقط بين قمم الجبال وسفوحها في نفس المنطقة، ويتمركزون في جبال الأطلس وسط المغرب. ومن النادر أن يلتقي الرحل بمن هم خارج قبيلتهم إلا في بعض مواسم الانتخابات، والتطور الوحيد الذي عرفوه خلال السنوات الأخيرة هو حصول البعض منهم على بطاقات الهوية.